تحية عالية جدا لهذه الوجوه المناضلة في مدينة طنجة، حضور قوي وكثيف جدا من ساكنة مدينة طنجة في هذا المكان الخاص الذي ربما أول مرة تلجه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي دعت أولا إلى جعل وقفة أمام ماكدونالد، هذه الشركة التي نعتبرها على أنها من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني والداعمة للإبادة في غزة، وبالتالي ما يصرف فيها وما يحول إلى فلسطين فهي رصاصات على إخواننا في فلسطين. 100 يوم على الإبادة في غزة، 100 يوم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، 100 يوم من القتلى والجرحى والتهجير واستهداف المدنيين واستهداف المؤسسات المدنية والمستشفيات، وقس على ذلك وثلاث نقاط. إذا هذه الوقفة وهذه المسيرة التي تحولت من ساحة ماكدونالد إلى حي مسنانة، هذا الحي الشعبي المكتظ بالساكنة، إذا لاحظتم حضور قوي جدا، ما هو إلا تعبير عن ساكنة مدينة طنجة، عن الشعب المغربي، عن عموم الأمة العربية بل الإسلامية بل حتى الإنسانية التي خرجت في عدد من عواصم العالم لتعبر لتندد لتجب ما يقع في فلسطين، لا تعتبرها قضية عادلة ندافع عنها كما ندافع عن إخواننا عن أخواتنا ما يقارب 10,000 يعني من القتلى في الأطفال، أكثر من ما يقارب 8,000 امرأة، ما يقارب 24,000 شهيد في فلسطين، 60,000 وما يفوق من الجرحى في فلسطين، أعداد هائلة جدا جدا جدا، كلها جعلت أنفسها يعني تجاهد من أجل أراضيها، من أجل أن لا تهجر وأن لا تهجر من أرض أجدادها. فلسطين قضية عادلة، فلسطين قضيتنا جميعا، فلسطين هي رمز للإنسانية، هي رمز للدفاع عن الإنسان أينما كان، وتحية طيبة لكم جميعا. كما كتشوفوا وقفة احتجاجية أمام ماكدونالد، أحد داعمي الإرهاب الصهيوني الغاشم الذي يشن هذا العدوان الذي فاق 3 أشهر على إخواننا، هذا الكيان الذي يمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية أمام صمت ومرأة العالم. جئت لأحيي جنوب إفريقيا، شكرا لجنوب إفريقيا، فعلت ما لم تفعله 57 دولة عربية وإسلامية، شكرا لأحفادي نيلسون مانديلا على هذه الشجاعة، دخلتم التاريخ، شكرا لكم من القلب والخز والعار للمطبع الجبان المتآمر وللدول التي تمارس موقف الحياد، فموقف الحياد هو خذلان للحق. عاشت القضية الفلسطينية، المجد للمقاومة، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. كما تجاهدون الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمناسبة ذكرى 100 يوم الاعتداء الصهيوني في حق غزة وفي حق فلسطين، وأيضا الإبادة الجماعية المرتكبة في حق غزة، أبت الجبهة رفقة الجماهير الطنجاوية إلا أن تنظم وقفة تنديدا بالمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني، أيضا مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لتجدد القول مجددا، لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لا لإبادة جماعية في حق الفلسطينيين، لا لمنع فلسطينيين من الوقود ومن الماء ومن الدواء ومن الطعام. أيضا نقول شكرا جنوب إفريقيا، شكرا جنوب إفريقيا على جر الكيان الصهيوني
لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة علنية، محاكمة تاريخية شهدها العالم بشكل مباشر، يحاكم فيها الكيان الصهيوني على ما ارتكبه من إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وفي حق الغزاويين، والتي وصلت وللأسف لحد هذا اليوم 100,000 بين قتيل وجريح ومفقود ومبصور الأطراف. لكن هذا لم يزد الفلسطينيين إلا صمودا وإلا دفاعا عن أرضهم وعن قضية أيضا لم يزد الدول العربية والدول يعني والإنسانية جمعاء والعالم الحر إلا دعم القضية الفلسطينية. وأنتم شاهدتم العديد من المسيرات الداعمة، فنقول من طنجة تحية لفلسطين، وعاشت فلسطين حرة أبية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله.